وريا جثمان الفنان الكويتي عبد الحسين عبد الرضا الثرى بحضور جموع غفيرة من محبيه في الكويت. وكان الجثمان قد وصل على متن طائرة أميرية وجه بها أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، حيث توفي الفنان في العاصمة البريطانية لندن. ومنذ إعلان وفاته انشغل خليجيا الناس بهذا الخبر، وواكبوا مواراة جثمانه إلى مثواه الأخير بهاشتاج الكويت تبكي عبد الحسين عبد الرضا، الذي وصل إلى قائمة الأعلى تداولا في دول خليجية من ضمنها الكويت. ومن مقبرة الصليبخات التي دفن فيها الفنان الكويتي عبد الحسين عبد الرضا نتوقف مع الفنان داود حسين الذي نعاه بهذه الكلمات. هو كان صانع للفرح، وكان عبد الحسين عبد الرضا كان الكويت يمشي، الكويت يمشي على ريوله. إذا قلت له يعني كل ما تقول له شيء خلاص هو عنده الكويت وبس، ما كان ينظر إلى أي طائفة، ما كان ينظر إلى أي فئة، ما كان ينظر إلى أي شيء، كان ينظر فقط للكويت. وإذا كلامي فيه أي نوع من راجعوا كل مقابلاته تجدون كل مقابلاته يتكلم فيها عن البلد، يتكلم فيها عن الكويت، فكان هو كويتي المذهب.